سنتكي لبكون إلحي طبعاً دور الشيء مكان قبل قابلين السلوغان أجر عن الله السلوغان كاسمحوه هاي غبي قف كذا دمسترا سو هذا قبيض ما هو عصابة دمانة يكل وحان الأقربة عيارتا يشاكدو كمار دمانين أنا قبتي توبكو الله قاني مسؤولي عصبة كدالتين دولت صومالي وحيالة دون تاهي أدر عصب أو هذا دلانيو وحيالة دون تاه مدح عصب أو كله أو مستوى كسو دولت ده له لكبير دولت ده كل دون أردن أو مسؤول كان نقوم دونا ماشي إمان تجوغان إني كسي قرحيان هبكا مامولكا هبكا يا رساست دادك صوماليات أمان ولا ليال مان توا مالين كلو أيضنا تاريخي أه أو رنتي أو رماركي أن كسو تلابسنين وياها نودن أي كم متاعي كوكالن ونودي مين إن شاء الله وأن قاردون هدي أليرا وعرب عددك صومالي أنا أشيغو كو يصدن سنة كدب مانتا إن دمان لو وضا قاضي ترتيب ترتيب لو سو قاضي لكن إنت أدب بيسان مانتا لقاضي عنا قابتين تغوبكا يدل كان سارنت عنا قابتين تغوبكا سيدان دابو شاقي ما أهين كلي إنان هوب قادة كارن أما إنان هوب نرسي كارن لكن وحيد برمدو وصومالي دو كتال صوماليا عنا قابتين صوماليا عنا قابتين واحد كو وحكا لو أقول وين أيضنا صوماليا جمهورية صوماليا يو شباب إن لكرا ساري دولة صوماليا لو أقوان سيدي دولة مسؤولة كورتي له أودي يقطردي أيكو مارين لهيدي هبك يا رصاص تله لغو آمين كرا مسؤولية داس إلا هبك يا رصاص تو حيكمي ديهن أمنيغا يقطرا أمنيغا أو عالم يو كوا قاردها يو كوا رجن كإنتبه الدنيا دون الدول وحي أسا ميسة النظام لغو إلاليو انتا وحانا لغسو ساعده انان لن مادون سو قارنو ماشي انكو قادنا المسؤولية داس مركينا العركة انان قادي كرنانا وانولو ديبه وحاليري مسؤولاتيين شباب ولي واشباب وارقق حسو ونقبتين توي سارن تاه وحيك الله لساري كرنان الله سي ساران لنا لكن دولة دا سوماليا ريزوليوشن كو ونقبتين تلغو ساري كون سغال بغول سغاشن يلابو تضب تضب سدح والا الله علي كمبليتلي حان الأقربة عيارته يشاكدو كمار دمانين أنا قبتي توبكو الله قاضي مسؤولي عصبة كدالتين دولة صومالي وحيالة دون تاهي أدر عصب أو هذا دلانيو وحيالة دون تاه مدح عصب أو كله أو مستوى كسو دولة ده له لكبير دولة ده كل دون أردن أو مسؤول كان نقوم دونا ماشي إمان تجوغان إني كسي قرحيان هبكا مامولكا هبكا يا رساست ما دونينو الدنيا إني كقوم ما يسبر وركوان محل هو عنو قبتين محل الله قاعد كوار إن لا يرى ما دونين بري وحاربنا الدنيا إني ترى هذا إن صومالي عنو قبتين تهوب كلا قاعد صحيح إن لا يرى حاربنا إن أنا أقول قنو سيد الدنيا كلا يقول قنو دل كان مركزته أنا وحنا كود ضاضة والدنيا دو سيد أقول قنتو أنا أقول قنو وسو قادني وداداس مال في عنا سو غارني انت النور دمن ورد دك سوماليد وحان رب وحان ربا التميلي والول مجرو ولا هو مجرو سوماليا مخو هاي وددي وي كدحدي هوراي اي اوو سو دحدي وي كوسو سوتاي حدانا وي كوسي سوتا شقدان لقبتي حديت هاي كبيرس سوق افريكا حديت هاي عنا قبتينتا ما شق مالين بلاباتي ومالين دماتي شق سو سوتاي داد كلا دوان حكومة دا كلا دوان هجاميال إيه مدحوينيال كلا دوان أي قاركود صوب باللعبين قاركود أي وحكا صوب قبتين ماشا بلوكيتي بلوكيتي لصوب دول صار أي ماشا نوي مدين كوبيرس السوق بارق أفريكا دولدي قدام بيسي كوميلقار كيدا دالكو إياشو ومدحوين الشريف شيخ أحمد ومدحدك آيا صوب باللعب أنا جمر كان مذي واسيحو جن عطسي وحال يري دولتي ترانسيشن أي هذا هذا ترانسيشن كبعدين عطسي كسر نقص وا وأكون نقني مركان عطسي جين لو طبعا سنة سوق عادت أنت سؤال سود ويت مذي أنا قبتي أنت سيدا سوق كله قادستي ذي لبكون إيوه لبيه طبعا كي سدح طبعا كي أنصاب باللوني
maalin walba meeray soo maraysay maanta soo gaartay barnaamijka deen cafinta ee rajaynayna sidaa soo kale oo 2013-14 soo bilaawnay maalin walba meeray soo maraysay way soo dhismaysay maanta soo gaartay aan rabnaa in soo gaarto mar dhow ay dhamaato aydan sidaas daraadeed meeshaas waxa ka rakamay dawladnimadu waa socosho waay hor u socosho waay maalin walba wixii hore intaan xaqan ku soo bilaaba iyo dhamaan waa howlan aniga la qabtay iyo waa markii ugu horeysay iyo waa ma jirto dalkan dawladda Republic Jamhuuriyadda Saddexaad ee 2000 carta kasoo bilaabatay lagu soo aasaasay ee muddada 12 sano ku meel gaar ka soo ahayday shaqo soo qabsantay laba charter oo kala duwan ayaan soo marnay xilliga ku meel gaarka ah dastuurka aan hadda haysana ayaa la soo ansixiyay xilligii maxaan ku raaday ku meel gaarnimada aan ka baxnay hadda waan sii soconaa dastuurku waan dhameystay howl walba sidaas ay u taala maanta qurux kasta oo Soomaaliya ka jirta waa qurux soo socotay oo muddo soo socotay oo soo daba kacday waay ma aha qurux hal mar muxuu ahay soo dhacday amaar waxeed waxaan rabaa inaan kusoo gunaano maxaan ka baranaynaa xikmadda ah dawladdu waa hor u socod istaagid ma leh dib u noqoshana ma leh mar walba in hore loo socdo qofkii tallaab dheer qaaday iyo kii tallaab gaaban qaadaba waa in hore loo socdaa dagaalka al-shabaab ee maanta ku jirnaahay waxaa la yiraahdaa waa dagaalkii dawladda oo dhan waa dagaalkii shacabka oo dhan oon loo kala harin ayadaas ayaana guusha keentay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego sanadkii 2016 doorashada markaan qabanqaabinaynay slogan ay jiraan lahayd slogankaas muxuu ahay qabyo qofkeedaa dhammaystira soo hadda qabyadii oon maaha waxa soo wada dhammaanaya kadib aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay howlo badan oo rag iga horreeyay ay soo bilaabeen na inaan door weyn ku lahay markii hore iyo markaanba howlo badan oo maanta gabagaba jooga ama soo dhammaaday ama qaar ay dhammaanayaan waqtigii dawladda Soomaaliya ay bilaabaysay inaan aniga madaxweyne ka ahay ayadana aad iyo aad ayaa ugu faraxsanahay dalka wuxuu u baahan yahay dawlad midaysan dhan oo aan kala raaricin oo leh awood iyo khibrad iyo waayo aragnimo ay wax ku qabato xukuumadda dan qaran ee maanta dalka ka jirtahay xukuumad isku duuban wada socoto waaye bini aadanayna dhammaanteen qof malaa'iga oo dhammaystiran ma jiro waa leenahay meela aan ka dhimannahay oo aanan ka dhammaystirnayn laakiin waxaan qabaa meelaha aan ka dhimannahay ee ducfiga aan ku leenahay waa meelo yar meelaha aan xoog iyo awoodda iyo kartida aan ku leenahay ayaa aad iyo aad uga ballaaran meelaha aan muxuu ahay aan ducfiga iyo qaabka aan ku leenahay dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal ku kalsoonaada dawladdiina hadday tahay xukuumad hadday tahay baarlamaan hadday tahay madax kale oo kala duwan waa mahadsantahay aan isku kalsoonaano dhibkii intiisii badan waa ka soo gudubnay inta noo dhimanne si dhaqsiya ah oo sahlan ayaan uga gudbi doonaa aad iyo aada u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu